للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا يكون معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة سعادة المهندس محمد السيسي البوعنين، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب. أهلا بك سعادة النائب في نشرة الثالثة، ونشكرك على قبول الدعوة. بلا شك التوجيهات الملكية السامية بالتوسع في تنفيذ قانون العقوبات والتدابير البديلة تؤكد أن سجل مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان هو يعني موضع فخر واعتزاز، ويطرح مبادرات مستقبلية أكثر تقدما أيضا. كيف ترى انعكاسات هذا القانون وتطبيقه على أرض الواقع؟ بداية أمسي عليك بالخير وعلى الأخوة المشاهدين، وأبارك للبحرين حكومة قيادة شعبا بحلول شهر رمضان المبارك. لا شك أخي العزيز سيدي الكريم أن منظومة العقوبات البديلة وتطبيق قانون العقوبات البديلة يجب أن لا ننظر كقانون منفرد، لكن ننظر له في ظل التوجهات السامية والتوجهات البحرين بشكل عام في حقوق الإنسان. فهي منظومة متكاملة تأتي يعني يتراسها طبعا تطبيق والتوسع في تطبيق قانون العقوبات البديلة، وطبعا التوجيهات الأخيرة من سمو العهد سمو الوزراء أيضا النظر في إمكانية تطبيق السجون المفتوحة. أضف إلى ذلك طبعا كثير من المؤسسات الحقوقية التي تعني بحقوق النزلاء، نزلاء المرة الإصلاحية، السجناء طبعا والموقفين. هذا طبعا التوسيع في تطبيقه مؤخرا ندل على شيء، فإنما يدل طبعا على ما تحظى به البحرين في ظل عهد الزاهر لسيد إجازة الملك المفدى، وما يحظى فيه طبعا كافة أفراد المجتمع من رعاية كريمة تبلورت في هذا القانون. هذا القانون طبعا يضع البحرين في مراكز متقدمة عالميا، يضع البحرين سابق وأولويات على مستوى العالم من ناحية تطبيقه. اليوم طبعا تطبيق قانون العقوبة البديلة رأيناه على أوسع مدى، في الأسبوع الماضي كان تطبيقه لعدد من النزلاء، وكذلك حسب يعني ما عرفنا سيكون تطبيق أيضا قبل هذا الشهر الكريم. أيضا العفو أيضا الملكي عن عدد من النزلاء كان أيضا أضاف يعني لمسة وأضاف أمر هام في موضوع حقوق الإنسان وحقوق النزلاء. هذه كلها تجتمع طبعا لتبيان مكانة البحرين وما ترعيه وما توليه من أهمية لحقوق الإنسان. في الأسبوع الماضي قمنا بزيارة أمانة لمركز الإصلاح والتأهيل في جو، ورأينا بمعينا ما يحظى به نزلاء هذا المركز من رعاية واهتمام على أعلى مستوى وتطبيق احترازات، وأيضا أعطاهم كافة الحقوق من ناحية الاتصال المرئي ومن ناحية الزيارات لمن طبعا أخذ تطعيم، بالإضافة إلى وجود طبعا تطعيمات متوفرة بالمجان لمن يرغب بذلك، وعزل طبعا المصابين والحالات الغائمة في مراكز صحية تحت إشراف وزارة الصحة. كل هذه الأمور أمانة مدعاة للفخر، ونحن كممثلين للشعب البحرين ومطالبين بحقوقهم نرى أن ما حصل وما من تطبيق ومن اهتمام ورعاية لحقوق الإنسان في البحرين هو يعني مدعاة لمفخرتنا ومدعاة لتفاخرنا أمام المجتمع الدولي فيما تقوم به طبعا الحكومة البحرينية. في هذا الشأن سعادة المهندس محمد السيسي البوعنين، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.